في مثل شعبي بيقول كان نفع نفسه، كان نفع نقط نفسه أكمل. ده بينطبق على السيسي اللي بعد ما لبسنا في صد النهضة وأثيوبيا ضحكت عليه وخالد بيه وفشل في مواجهتها بكل أساليبه الخايبة، جاي دلوقتي يدعم الصومال ضد أثيوبيا. قال يعني كده بنضايق أثيوبيا قوي، قال يعني لما ندعم الصومال ضد أثيوبيا كده أثيوبيا هتتأثر وصد النهضة هيتوقف. أنا طبعا مش ضد دعم الصومال خالص، لكنك تعملها كمكيدة يا ولد. وكالعادة النظام اللي متعود يطلع أراجوزاته تردح، طلع أحمد موسى يقول الصومال لازم ترجعوا أراضيكم المحتلة في أثيوبيا. طب يا أحمد ما تقول الكلام ده للسيسي؟ بس كل ده تصعيد شكلي من السيسي ونظامه اللي راحوا للجامعة الدول العربية عشان تطلع لهم بيان ضد أثيوبيا. لا ناصح، أنت كده وخوفت أثيوبيا، وأثيوبيا بتخبط وركبها في بعض، وجبت لها بقى إيه؟ جامعة الدول العربية اللي هي بتترعب منها، جامعة الدول العربية اللي بقالها 105 يوم شايفة اللي بيحصل في غزة ومش عارف يعمل حاجة، جبت لها أبو الغيط اللي منيم أثيوبيا من المغرب. على كان نفع نفسه، كان نقط نفع نفسه، كانت جامعة الدول العربية خافت منها في أزمة سد النهضة. لكن الواضح ان سد النهضة بقى أمر واقع خلاص، السيسي بيتعامل معاه على انه أمر واقع وبيحاول يعوض ده من خلال بقى عمليات تحلية المية، سحب المية الجوفية من تحت. فين بقى اللي قالك انا ضيعتكم قبل كده؟ فين اللي قالك اطمنوا؟